بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الأولى من هذه المسابقة الشعرية الأولى من نوعها في بلاد شنقيط. أيها المشاركون، اليوم من خلال هذه الحلقة الأولى، حلقة التصفيات، سيتكون معنا مجموعة من الشعراء المعروفين في بلاد شنقيط، سيقدمون مشاركات متميزة. نتمنى أن تكون لجنة التحكيم متسامحة معهم، والتي يرأسها الأستاذ المعروف والدكتور الحاضر بناظر. إذن نستدعي باسمكم الآن المتسابق الأول، الشاعر طليحة الذبياني. ما جئت كي أزعج الأطفال ذي وطني، ما جئت كي أزعج الأطفال ذي وطني، ولا لكي يستمر الجرح والألم، لكن لكي يعيش الحرب في لغتي وتستعيد الحياة الحرة الغنم. الله الله الله. القصيدة الثانية: الحمد لله إذ من بعد تغزازي بتنا نمصمص في أحياء مرزازي، من بعد ما باتت المصماصة تدبزنا والقوم ما بين عرعار ومزماز. الله. يقولون حس زهير سير وعرعر وشيتز ولا يبتل الهباز. والسلام عليكم. جمهورنا الكريم، نستدعي الآن المتسابق الثاني، سليكة بن السليك. يا كدية الجلد مات الدر يسألني، هل يهمس الصخر في أذنيك ما كتبا؟ هل في يديك جراحات تشرفني حتى أمد جراحات لمن عتبا؟ خيل العروبة ماتت في مرابضها، والغانيات تناغي العهر والطربا. من ذا سيرسم لي، من ذا سيرسم بعد اليوم خارطتي؟ من ذا سيحفظ للأبطال ما كتبا؟ شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الكرام، نستدعي الآن المتسابقة الثالثة، عنيزة بنت الأشراخ. السلام عليكم ورحمة الله. عندي هذا الديواني وهذه آخر قصيدة منه. يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر، وعاذرا لمحب البدو والقفر، لا تدممن بيوتا خف محملها وتمدحن بيوت الطين والحجر. لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني، لكن جهلت وكم في الجهل من حضري. لو رقت أصبحت في الصحراء مرتقيا، يساق الرمض في أحصائه كالدرر. الحسن يظهر في بيتين رونقه، بيتا من الشعر أو بيتا من الشعر. باسمكم جميعا نرحب ترحيبا خاصا بالشاعر الكبير والمعروف. ويا الشعب اليوم ذا جدير بالتفكير الدائم لكثير، من لزمك لدهر التغيير اللي فالي وانتفاله، توقف وتساعد في التسيير بالفكر الزين وبافعالك. لا تقبل يا الشعب التبذير حاج لك لك الوسالة، ولا تقبل غش ولا تزوير، ولا تقبل رشوة أحيانك، ولا تقبل حقك في التعبير. يكون الله يخلى لك، انت المالك وانت المدير، واللي كامل هنا الله لك، ولا تسكول هم يجي بيك قداش تخيالك من مالك، ومن اتم لحالك وارتفنا لحالك. وعرف عن عصر العلوم والتقنية والتقدم، وقوم ماكب للعصر اليوم الواجب راه ندانا. شوف العالم قاسم النجوم وانت هون تحت مالك، ما هو بالك تفنى مذموم، ولا هو بالك تشفتالك، ولا هو بالك تبقى مهزوم على الازاري حشالك، ولا تشكي والهم جنبك قداش تخيالك من مالك، ومن اتم لحالك تبنى لحالك. اذا مشاهدينا الكرام، يتواصل الابداع والتألق، وتبدع موريتانيا من جديد من خلال هذه المشاركات المتميزة التي قدمت. الآن باسمكم جميعا نرحب ترحيبا خاصا بالشاعر الكبير والمعروف خنفرة العنسي. خنفرة
قطتي قطتي مدورة وفيها شركة شركة مزورة. قطتي 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 تشكرات. مشاهدين الكرام، لا يكون الإبداع إبداعا ولا يكون المقدم حسنا جميلا إلا حينما يكون رئيس لجنة التحكيم الدكتور المعروف الحاضر بناظر. أهلا برئيس لجنة التحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يدري المرء عندما يقف أمام هذا الجمع الكريم من شعراء وأدباء هذا الوطن ما يقول، لكنني وبصدق أقول إنني عندما سمعت هذه القصائد الرائعة فتحت كل المنافذ المغلقة من إحساسي، ولا أدري الآن أعطي الجائزة لمن، لأن كل واحد منكم يستحق 10 جوائز. لكن لا بد عندما يتسابق المتسابقون أن يكون هناك فائز. إذن باسمي وباسم لجنة التحكيم، فإن الشاعر قنفرة العنسي توج أميرا للشعراء في هذا البلد. وآخر قصيدته الصامتة، فالمقطع الصامت مقطع جميل، نحن فهمناه جميعا، كل واحد منا فهم تلك الحركات الجميلة المعبرة. كل عندما فعلت هكذا فهمنا الكثير الكثير أكثر مما نطق به الآخرين، فهذا جميل. إذن نستدعي خنفرة العنسي أمير الشعراء. مرحبا. شكرا جزيلا لشاعرنا خنفرة. الآن سيداتي سادتي متابعينا، سيتسلم هذا الشاعر الكبير والعملاق جائزته التي تتكون من شهادة تقديرية وميدالية ذهبية وظرف مالي يحتوي على مبلغ مالي كبير، سيقدمه له رئيس لجنة التحكيم الدكتور الحاضر بناظر. تصفيقة حارة. هذه هي شهادته التقديرية. وهذه هي الميدالية الذهبية. وهذا ظرف مالي يبلغ 1,000,000 روبية. شاعرنا خنفرة، سؤال، من هذا المبلغ المالي المعتبر اللي حصلت عليه لكانكم لا يتوظفوه في إقامة مهرجان لدعم وترقية الثقافة الموريتانية؟ والله شيء تعجبني. ما أنا أصلا ما نصران.